25 يوما من اعتقال الشاب حسن الحاكي ابن 35 عاما كانت كفيلة لاستشهاده في سجون النظام البحريني اثر تعرضه لصنوف التعذيب على يد سجانه. عائلة الشهيد اشارت الى انه كشف قبل وفاته عن تعذيب شديد تعرض له في مبنى التحقيقات الجنائية، حيث طالب بوجود محام الا انه قوبل بمزيد من التعذيب لحمله على اعترافات بامور لم يقم بها. ونوهت عائلته الى انه لا يعاني من اي مشاكل صحية، فيما أشار زملاؤه المعتقلون إلى تعرضه لأزمة قلبية بسبب التعذيب في سجن الحوض الجاف، حيث طالبوا الشرطة بنقله إلى عيادة السجن لكنها تأخرت ليتم نقله لاحقا إلى مستشفى السلمانية مكبل اليدين، حيث فارق الحياة فيما توجه والده إلى النيابة العامة لاستصدار أمر بتشريح جثمانه لمعرفة ملابسات استشهاده. لوجود يعني ملابسات وشبهة جنائية كما صرح محامي الشهيد، خاصة وأن الشهيد لم يعاني من أمراض وكان بصحة جيدة. هذه الواقعة أثارت ردود أفعال عديدة داخل وخارج البحرين. جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد دعت إلى تحقيق شفاف وعادل في ملابسات استشهاد الحاكي والتحقيق في أنباء تعرضه للتعذيب. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير عزى باستشهاد الحاكي مشيرا إلى أسلوب التعذيب الممنهج في سجون النظام الذي رفض زيارة المقرر الأممي حول التعذيب لإبقائه مستورا. تيار الوفاء الإسلامي أشار إلى أن الشهيد الحاكي شاهد على فظاعات النظام وحمل الأسرة الحاكمة والسلطات مسؤولية استشهاده، داعيا لإقامة مراسم تشييع ومسيرات غضب جماهيري. حركة الحريات والديمقراطية حق أصدرت بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته فيما طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية النيابة العامة البحرينية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الحاكي. نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط يوسف المحافظة طالب بلجنة تحقيق لكشف حقيقة استشهاد الحاكي، مشيرا إلى أن المسؤول عن إدارة السجن الذي قضى فيه الحاكي هو العقيد يوسف العربي المسؤول عن تعذيب معارضين. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد خرجت عام 2010 بتقرير عنوانه التعذيب يبعث من جديد احياء سياسة الاكراه الجسماني اثناء الاستجواب في البحرين. وكان احد اسماء المعذبين من جهاز الامن الوطني وادارة التحقيقات الجنائية هو الضابط يوسف العربي بمعية اسماء اخرى. وللاطلاع على المزيد حول تداعيات هذا الحادث ينضم الينا الامين العام للتجمع الوحدوي السيد حسن محمد المرزوق. مرحبا بك سيد حسن. مساء الخير اخي الكريم. نعم، يعني السؤال هنا، لماذا تمنع السلطات ذوي الشهيد الحيكي من اجراء مراسم التشييع؟ هذا السؤال يجب ان تجيب عليه السلطه التي قامت بالاتصال بوالد الشهيد حسن الحيكي وطلبت منه عدم القيام بمراسم تشييع الشهيد، وهذه المراسم هي حق الشهيد بعد استشهاده وهو حقه البسيط الذي يطالب به هذا الشعب وبالتأكيد عائلة الشهيد. نحن نستغرب إعلان وفاة الشهيد حسن الحاكي وهو الذي ظهر قبل ما يقارب من 20 يوم على شاشات التلفاز متهما من غير محاكمة، مقترفا من غير محاكمة، وكيف بإنسان عادي يعمل في شركة صناعية كبرى أن يقوم بالإدلاء أو بنشر صوره على شاشات التلفاز وعلى وسائل الإعلام ليقال إنه المتهم الرئيسي في مقتل الشهيدة فخرية مسلم. وهذه الأحداث التي مرت في هذه الفترة، طبعا انقطاع المعلومات التامة عن حسن الحاكي منذ فترة اعتقاله والتحقيق معه، نتفاجأ نحن كمراقبين بوجود اسمه وصورته منشورة على الإعلام، وتقول الداخلية أنه من قام هو أحد الذين قاموا بعملية قتل سيدة بحرينية فاضلة وهي الشهيدة فخرية مسلم. نحن نستغرب من هذا القرار أو من هذا الطلب من قبل الداخلية بأن لا تقوم العائلة بتشييعه وأن لا يكون هناك مراسم للتشييع. وهنا السؤال يقول لماذا تريد السلطة عدم تشييعه، ولماذا تريد السلطة السرية في تشييعه، ولماذا لا تكشف عن حقيقة مقتله
والظروف والملابسات التي أدت إلى مقتله، ولماذا لا تقبل بتحقيق؟ نعم، يعني هنا السؤال سيد حسن، يعني هل اتضحت ملابسات استشهاد الحايكي داخل سجون السلطات البحرينية؟ هي تقول أن الحادثة طبيعية، ولكن نحن نقول أو عائلته تقول وقالت لوسائل الإعلام وإلى مرصد الوحدة وإلى حقوق الإنسان وإلى مراكز حقوقية أخرى تعمل في البحرين، قالت هذه العائلة أن ابنها اتصل بهم وأكد لهم تعرضه للصق الكهربائي وأكد لهم تفليق أو التعليق كما يقولون، وأكد لهم تعرضه إلى الضرب على الرأس بصورة مستمرة. وهذه الأحداث أو هذه المواضيع في داخل السجون لا أتحدث عنها أنا، بل قالها السيد شريف بسيوني في تقريره الشهير عندما أكد وفاة 5 بحرينيين داخل سجون السلطة بسبب التعذيب. نحن لدينا الآن أخي الكريم معطيات، أولا العائلة الكريمة عائلة الشهيد تؤكد من خلال اتصال هاتفي تعرض ابنها للتعذيب، الداخلية لا تريد العائلة أن تقوم ببراسم الشيعة العادية إلى أي متوفي في البحرين. التقرير البشتيوني يقول أن هناك حالات تعذيب، هناك حالات كثيرة جدا وموثقة لتعرض كثير من الشباب الذين يتم القبض عليهم والتحقيق معهم يتعرضون للتعذيب، وهذه الشهادات موثقة وموجودة من قبل الضحايا نفسهم ضحايا التعذيب أو من قبل أهالي الضحايا. لذلك نحن في صدد نشر بيان بعد قليل من مرصد الوحدة لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق شفاف وعادل إلى الشهيد حسن الحاكي، ونطالب بالسماح إلى المقرر الخاص المعني بالتعديل إلى زيارة البحرين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة السجون البحرين والإطلاع عن كسب. شكرا.